اسمحوا لي ارحب بوزير الاوقاف الدكتور اسامة الازهري ورئيس الشركة المتحدة الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة استاذ عمرو الفقي. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا سعيد اليوم أن أكون بين حضراتكم، ويسعدني كثيرا أن أكون ضيف على مهرجان العالمين في مدينة العالمين الجديدة، ويسعدني أكثر أن أتحدث إلى حضراتكم في هذا المؤتمر الصحفي، وبحضور كريم ورعاية وترحيب كبير أسعدني كثيرا من الصديق العزيز عمرو بلفئي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة. وأنا أتقدم حقيقة بشكر جزيل وعرفان وامتنان للشركة المتحدة على هذا المجهود الرائع الذي أراه، وعلى الشراكة العميقة والممتدة بين كافة مؤسسات الدولة وبين الشركة المتحدة، والتي مكنتنا من أن نصنع سويا نجاحا نرى اليوم بعض ثمراته. وفعالية اليوم أعتبر أنها حلقة في سلسلة متصلة من التعاون بين وزارة الأوقاف وبين الشركة المتحدة وبين كافة السادة الإعلاميين الكرام الحضور. الحقيقة إنه فعالية اليوم فعالية شديدة التميز على البعد الوظيفي والإنساني وعلى كافة الأبعاد. تشرفنا اليوم باستضافة عدد من أبناء وزارة الأوقاف، من الأئمة والخطباء، من ذوي القدرات الخاصة مع أسرهم وذويهم، ورتبنا لهم هذه الجولة وهذه الزيارة لزيارة مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالمين، حتى يتاح لأبناء وزارة الأوقاف وفي القلب منهم ذوو القدرات الخاصة، حتى يتاح لهم أن يشاهدوا بلدهم وأن يشاهدوا وطنهم، وأن يدركوا أن بلدهم العظيم يعتني بهم ويرعاهم ويريد إدخال لحظة من السعادة والسرور على قلوبهم. الحقيقة أن هذا الحدث أسعدني أنا شخصيا، وأنا أرى أبناء وزارة الأوقاف في لحظة غامرة من السعادة والفرح والسرور مع أسرهم وذويهم، ويشعرون أن مؤسستهم الأم التي ترعاهم وزارة الأوقاف بالتنسيق مع الشركة المتحدة ومع بقية مؤسسات الدولة تحرص عليهم وتريد إدخال لحظة من السعادة على قلوبهم. والبدء بأبناء وزارة الأوقاف من ذوي القدرات الخاصة هي رسالة لكافة أبناء وزارة الأوقاف في مختلف مواقعهم التي يؤدون فيها رسالة الإسلام السمحة في كافة ربوع الوطن، رسالة إلى كل أبناء الأوقاف أننا إن شاء الله لن ندخر جهدا في سبيل تقديم كل صور الخدمة والرعاية الممكنة لتمكين الأئمة والخطباء والدعاء من القيام برسالتهم السامية في خدمة دينهم ووطنهم. أيضا وزارة الأوقاف تبنت في الفترة الماضية استراتيجية مكونة من 4 محاور. المحور الأول هو الاستمرار والعمل المكثف في إطفاء نيران التطرف الديني والإرهاب، والمواجهة الجادة والجسورة للبقايا الباقية من فكر تيارات التطرف والإرهاب، حتى نقطع شوط كبير في هذا، ونتعاون مع كافة المؤسسات الدينية على أرض مصر في الأزهر الشريف وهو رأس الهرم وقمة الهرم في مؤسساتنا الدينية، ودار الإفتاء المصرية ونقابة الأشراف ومشايخ الطرق الصوفية، نصطف جميعا خلف الأزهر الشريف لنحمي بلدنا ووطننا من خطر الإرهاب وأدبياته وشعاراته وتياراته. المحور الثاني هو توجيه كافة طاقات وزارة الأوقاف لحماية الإنسان المصري من التطرف المضاد اللاديني المتمثل في الإلحاد، في الإدمان، في الانتحار، في التنمر، في التحرش، في ارتفاع معدلات الطلاق، في حرمان المرأة من الميراث، في صور العنف الأسري، في الاستهلاكية المفرطة، في كل صور التراجع القيمي الذي يمكن أن يتسرب إلى نفسية الإنسان المصري. نعمل على تحصين الإنسان المصري من هذا الخطر بنفس القدر الذي نعمل به على تحصين الإنسان المصري من الإرهاب والتطرف. تأتي القضية الثالثة أو المحور الثالث من محاور رؤية وزارة الأوقاف، والتي تتمثل في بناء الإنسان. البناء الإنسان هو الهدف الأسمى والأعظم للخطاب الديني.
الشرع الشريف جاء ليخاطب الإنسان بكل ما فيه إكرام وتقدير هذا الإنسان. درسنا شخصية الإنسان المصري ووصلنا إلى 9 أعمدة أو مرتكزات هي التي نعمل على ترميمها وتوثيقها وتشييدها حتى نعيد بناء شخصية الإنسان المصري الصانع للحضارة. الأعمدة 9 التي اخترناها أن الإنسان المصري إنسان متدين بطبعه، تدين يصنع الحضارة، إنسان قوي، إنسان شغوف بالعلم، إنسان شغوف بالعمران، إنسان واسع الأفق، إنسان قائد ورائد، إنسان يقدم الخير للإنسانية، إنسان معتدل، موزون، حكيم. تنطلق كافة قدرات وزارة الأوقاف لإعادة توثيق وتقوية هذه المعاني في نفسية الإنسان المصري. المعنى الأخير والمحور الرابع هو صناعة الحضارة. نريد أن ننطلق بخطابنا الديني لإعادة بعث وإحياء كل ما في تراث المسلمين من سبق في علوم الفلك والطب والتشريح. نريد أن يعود الإنسان المسلم يقرأ القرآن فيخرج منه وقد شغف بالعلم والمعرفة، يسجل براءة اختراع، يكتشف، يبدع، يصنع الحضارة، يشارك العالم في همومه، يحلم بأن ينال جائزة نوبل، يحلم بأن يكون من الشخصيات المرموقة في العالم التي تسهم في صناعة العالم على نحو أفضل. هذه المحاور الأربعة التي أستطيع أن أقول إنها رؤية واستراتيجية وزارة الأوقاف. ننطلق بعد ذلك إلى إعداد الأئمة والخطباء وتأهيلهم ورفع كفاءتهم وتدريبهم وحشد الثقافات التي تعينهم على أداء رسالتهم السامية. الحقيقة أن هذا كان موجز عن رؤية وزارة الأوقاف، والفعالية والحدث الذي شهدته اليوم كان عزيزا على قلبي جدا. أسعدني أن أبناء الوطن من أبناء وزارة الأوقاف خصوصا من ذوي القدرات الخاصة أن يشاهدوا العمران في بلدهم، أن يتحرك الإنسان المصري في أرض وطنه فيرى مدينة العالمين الجديدة، ويرى العاصمة الإدارية الجديدة، ويرى مدينة تشكى الجديدة، ويرى مدينة المنصورة الجديدة، ويرى كافة التجمعات العمرانية، ويسعد وهو يرى وطنه يتحرك ويعمل ويبدع ويعمر. رسالة أمل ورسالة طموح ورسالة همة إلى كل إنسان يشاهدنا الآن في هذا المؤتمر. أنا أكرر الشكر الجزيل والعميق إلى صديقي العزيز عمر بالفقي الذي أعتز به صديقا عزيزا، وأعتز به رائدا من رواد صناعة الإعلام الناجح، الشركة المتحدة التي نكن لها كل التقدير ونسعد بالتعاون معها، ونشكرها على ما تفضلت به اليوم من تنظيم هذا الحدث وهذه الفعالية. أنا شاكر لك يا صديقي العزيز، ممنون لهذه الاستضافة الكريمة وممنون على هذا المؤتمر، وشاكر لحضراتكم جميعا كل ما تفضلتم به من حضور وتغطية، وأتشرف أسمع سيادتك وبعد كده أسئلة السادة. مساء الخير عليكم جميعا. طبعا أنا بتشرف النهاردة بوجود معالي الوزير أسامة الأزهري، والحقيقة يعني أنا لسه كنت بقول له أنا ما شفتش الحب الجارف ده قبل كده، يعني حب في الله، يعني الناس النهاردة لما شافته الحقيقة يعني حاجة أسعدتنا جميعا، وشكرا لوجودك معانا، ويعني نتمنى أن تكرار الزيارة إن شاء الله. إن شاء الله. عمر بالفقي يعني دايما بيعودنا على انه الكلمات الموجزة القليلة لكن تجمع معاني كتيرة. انا ممنون مرة تانية لسيادتك وشاكر لحضرتك الكلمات اللي هي رغم انها موجزة لكن لمست قلبي. انا ممنون وشاكر لسيادتك والله. اتشرف باي مداخلة او سؤال او فكرة او اطروحة من حضرتكم. عمر موسى، قناة CBC، يعني عالمنا الفاضل ودكتورنا الجليل الدكتور أسامة الأزهري، مرحب بك في مدينة العالمين الجديدة، وبالتأكيد صاحب البيت لا يرحب به في بيتي، فتحياتي جلال وتقدير للأستاذ عمرو الفقي وجميع قيادات الشركة المتحدة للخدمات العالمية على هذا المهرجان اللي بيروج ويسوق لمدينة العالمين الجديدة. واحنا موجودين في مدينة العالمين الجديدة، المدينة اللي تحولت من مدينة ألغام لمدينة أنغام، مدينة سياحية عالمية، في توجيهات من القيادة السياسية بحسن استغلال الأصول والاستثمار في هذا الشأن. عايز أعرف من حضرتك رؤية حضرتك للاستغلال الأمثل للأصول الخاصة بوزارة الأوقاف وأيضا أموال الوقف لتعود الفائدة على وزارة الأوقاف وعلى الدولة المصرية بشكل عام. شكرا جدا لحضرتك. أولا أشكرك، ويعني قناة CBC يعني لها في قلبي مكانة، كانت أحد المنابر التي تشرفت بالإطلال من خلالها وأحمل لها ذكريات عزيزة على قلبي، منبر عزيز على قلبي أعتز به وأعتز بدوره الإعلامي المتميز والهادف. اليوم تشرفت صباح هذا اليوم بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،
وتم عرض خطط عمل وزارة الأوقاف على السيد الرئيس، والاستماع إلى رؤية وتوجيه السيد الرئيس في كافة الملفات التي طرحناها. كان من أهم الملفات التي طرحت اليوم ملف الأوقاف. الأوقاف للتوضيح للسادة الحضور من الإعلاميين الكرام ولكل الجمهور الذي يعني نسعد بأنه يتابعنا، وزارة الأوقاف مكونة من عدد من المكونات: القطاع الديني المعتني بالمساجد والأئمة والخطباء، وهذا صميم عمل وزارة الأوقاف في الحقيقة، أن تملأ مساجد مصر في كل ربوع مصر، في كل القرى والنجوع والمدن، في كافة ربوع الوطن، أن تملأ المنابر أذن الناس برسالة الإسلام الممتلئة بالرحمة والعلم والأمان وحفظ حق الوطن والبر به والوفاء له، احترام الأكوان، إكرام الإنسان، حفظ الأوطان، ازدياد العمران، زيادة الإيمان، إلى غير ذلك من الرسائل والمقاصد السامية. لكن أحد المكونات العظمى والكبرى لوزارة الأوقاف ما يسمى بهيئة الأوقاف. هيئة الأوقاف هي الهيئة القائمة على إدارة ورعاية والمحافظة على كل الأصول الوقفية المسجلة والمضبوطة لدينا عبر تاريخ مصر. قد تكون فكرة الوقفيات يعني يمكن تغيب عن بعض السادة المشاهدين، لكن عبر قرون من الزمان كل إنسان من الأعيان والخيرين أراد أنه يحبس ويوجه وقفية معينة، قطعة أرض أو تجارة رائجة أو شيء على غرض من أغراض البر أو الخير أو كذا، بتسجل كوقفية. تقوم وزارة الأوقاف بجوار رسالتها الدينية على حفظ وتنمية وإدارة هذه الأصول الوقفية. الأصول الوقفية هذه ثروة قومية، وهي في المقام الأول هيئة مالية، يعني إدارة هذه الهيئة ليس بعمل علمي أو شرعي، بل هو في الحقيقة عمل تقني مهني يقوم على إدارته مجلس إدارة هيئة الأوقاف الممثل في عدد من الخبراء الكبار في إدارة أموال الوقف وفي حفظ الحجج الوقفية وفي استثمار أموال الوقف وتنميتها. هيئة الأوقاف هيئة لها مناطق في كل محافظات الجمهورية تقوم على رعاية أراضي الوقف. الخطة التي نتبناها هي حشد وجذب كافة الخبراء والعقول البارعة في ميدان الاستثمار لتنضم إلى وتزويد هيئة الأوقاف بالخبرات الموجودة لديها. الهدف المراد الوصول إليه هو حسن الحفظ للأراضي الوقفية، حسن الإدارة للأراضي الوقفية، حسن التحصيل لإيرادات الأوقاف، الانطلاق إلى استثمار ريع الوقف في كل ما يعود على الوطن بالخير والبر والنماء ويحقق شروط الواقفين. قد يكون ده شق تقني إلى حد كبير، قد يكون بعيد عن اهتمامات عدد من السادة الحضور، لكن أنا أعتبر أن هيئة الأوقاف أحد أهم المرتكزات والأعمدة التي تمثل نجاح لوزارة الأوقاف. وإن شاء الله بالتعاون مع كل القائمين على الهيئة من مجلس الإدارة ومن مساعد السيد الوزير لشؤون هيئة الأوقاف وكافة قيادات وزارة الأوقاف، أنا داعم لهم وراعي ومحفز ومشجع وموجه لتحريك كل الطاقات التي لديهم من أجل أن تنجح هيئة الأوقاف في تقديم أكبر خير ونماء للبلد إن شاء الله. برحب بحضرتك طبعا يا دكتور، وبرحب بأستاذ عمرو الفقي. أنا محمود جميل من القناة الأولى. أولا خليني أنقل لحضرتك مدى محبة الأئمة والواعظين والواعظات. النهاردة كنت التقيت بيهم في الشاطئ اللي كانوا طبعا يعني موجودين فيه، فالحقيقة بنقل لحضرتك محبتهم وأكيد محبة ما يعني محبتك في قلوبنا كلنا يعني. سؤال الأول، في يوم 25 المؤتمر 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهو تحت عنوان دور المرأة في بناء الوعي، مدى استعدادات حضراتكم للمؤتمر وليه تحديدا اختيار هذا الموضوع، وماذا تقدمون للواعظات خلال الفترة اللي جاية؟ سؤال التاني متعلق بلقاء حضرتك بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وشايف اهتمام سيادته بالواعظين والواعظات ووزارة الأوقاف بشكل عام ازاي، ومنها طبعا رسالة طمأنينة لكل الأئمة والواعظين على مستوى الجمهورية. شكرا جزيلا. طبعا صديقي العزيز سيد محمود، أشكرك على المداخلة الكريمة والسؤال الكريم، وأشكرك على ما تفضلت بنقله من معاني الحب يعني اللي تفضلت بها، وأنا ممنون وسعيد بهذا. نمرة اثنين، النقطتين اللي سيادتك تفضلت بطرحهم متصلين ببعض. المؤتمر القادم الذي تنظمه وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية داخل وزارة الأوقاف،
هو المؤتمر الدولي رقم 35 من المؤتمرات التي نظمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. يعني نحن أمام تاريخ ممتد وتاريخ عريق، التاريخ ده صنع على يد قامات كبيرة سبقت إلى قيادة وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى، والمؤتمر القادم ينعقد يعني يوم الأحد القادم يوم 25 أغسطس، يمتد المؤتمر على يوم 25 و 26. المؤتمر تحت رعاية سامية وكريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان أحد النقاط التي تم العرض والمتابعة فيها اليوم، وكان السيد الرئيس كان مهتم جدا بمتابعة ترتيبات المؤتمر والتحضير له. السيد الرئيس وجه بأن يخرج المؤتمر على أرقى صورة ممكنة تعبر عن مصر وعن المؤسسة الكبيرة وزارة الأوقاف. المؤتمر فيه تلقينا تأكيد الحضور من قرابة 60 دولة، تلقينا أبحاث تزيد على 58 بحث من العلماء المشاركين، العلماء الحضور عدد كبير من الوزراء ومن المفتين ومن رؤساء المجالس الإسلامية ومن الرموز العمل الإسلامي في العالم، من العلماء وقيادات الوزارات الأوقاف في العالم. المؤتمر يمتد على مدى يومين، يشهد عدد كبير من الجلسات وورش العمل والحلقات النقاشية. بعد انتهاء المؤتمر إن شاء الله يتم إصدار كافة الأبحاث التي قدمت في المؤتمر وكافة النقاشات التي صدرت في كتاب. المؤتمر هو المؤتمر الأول للواعظات، واختار عنوان دور المرأة في بناء الوعي لنقدم للشعب المصري العظيم وللعالم بأكمله رسالة أن الخطاب الديني إذا أراد أن يحقق النجاح المطلوب فينبغي أن يبدأ بأن يقدم رسالة إجلال وتقدير واحترام للمرأة وفي القلب كل سيدة وفتاة مصرية كريمة. المؤتمر رسالة إجلال ورسالة تقدير ورسالة احترام وعرفان من وزارة الأوقاف ومن أبنائها ومن قلب الخطاب الديني إلى المرأة المصرية، المرأة المصرية العظيمة، المرأة المصرية التي تصنع البطولة وتصنع الإنسان المصري، المرأة المصرية ذات العطاء اللامحدود لوطنها، المرأة المصرية التي شهدنا منها المفكرة والشاعرة والأديبة والإعلامية والسياسية والوزيرة والبرلمانية، المرأة المصرية عبر التاريخ التي خرج منها الشاعرات والأديبات. المؤتمر في الحقيقة اختار أن يكون رسالة تقدير واحترام للمرأة وتجربة الدولة المصرية في تمكين المرأة وفي تقدير جهودها. في القلب من هؤلاء شريحة الواعظات التي هن أحد أعز وأكبر الوجوه التي تطل بها وزارة الأوقاف في خطابها الديني. الواعظات نعتز بهن باعتبارهن جزء أصيل من العمل الدعوي داخل وزارة الأوقاف. أدعو حضراتكم جميعا طبعا للمشاركة معنا في إنجاح المؤتمر وفي تغطية فعالياته. أتشرف أن حضراتكم تكونوا يعني صناع معنا في نجاح هذا المؤتمر إن شاء الله. شكراً. محمد زهران، قناة سي بي سي. في البداية برحب بحضرتك مع الوزير في جوهرة تاج البحر الأبيض المتوسط مدينة العالمين، والترحاب بكل تأكيد موصول للأستاذ عمرو الفقية رئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات العالمية. مع الوزير، يعني تحديات عديدة بتعصف بعالمنا العربي والإسلامي لا سيما في الآونة الأخيرة وفيما يتعلق بانتشار الأفكار المتطرفة وانتشار الأفكار المذهبية والطائفية. ومن ثم بيكون هناك في حالة من الخنق للإبداع والتفكير. وبالتالي أصبح الخطاب الديني أو تجديد الخطاب الديني ضرورة حياتية وفي نفس التوقيت ضرورة حضارية. ولطالما بينادى بهذا التجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما ينادي بفكرة تجديد الخطاب الديني وما إلى ذلك. فهل من تفاصيل أو تفصيلة معينة فيما يخص وزارة الأوقاف حول هذه النقطة؟ السؤال الثاني، كيف قرأتم حالة الحب الشديدة التي يعني اجتاحت المدن المصرية والمحافظات المصرية بتوليكم حقيبة وزارة الأوقاف؟ شكرا. أشكرك يا صديقي العزيز، ويعني تحياتي وتقديري لسيادتك ولكل السادة الحضور. النقطة الأولى تعليقي عليها إنه وزارة الأوقاف لها دور كبير ونعمل على استمراره وعلى دعمه وعلى تنميته وعلى تطويره في التصدي للإرهاب بكافة صوره وتياراته وأفكاره ورموزه وأدبياته ومنطلقاته وأفكاره الحائرة المغلوطة. الواجب الأول والمحور الأول كما أشرت من رؤية وزارة الأوقاف هو التصدي للإرهاب. وزارة الأوقاف طبعت عدد ضخم من الكتب التي تخوض المواجهة بجراءة وبجسارة،
وجهت الخطاب الديني على مدى السنوات الماضية، وأنا هنا أذكر بكل العرفان والاحترام معالي وزير الأوقاف السابق الدكتور محمد مختار جمعة، الذي بذل مجهودا كبيرا وصادقا في خدمة وطنه ودينه، وحرك وزارة الأوقاف لأن تحتشد في مواجهة الإرهاب والتطرف. وإن شاء الله نكمل على ما تم من قبل، ونطور ونزيد ونحسن حتى ننجز سريعا في قضية مواجهة الإرهاب. أنت ذكرتني مشكورا بقضية مهمة، الإرهاب يخنق الفكر بلا شك، يتسلط على الفكر، الإرهاب عدو للفكر، لو أن الإنسان فكر تفكير صحيح لا يمكن أن يكون إنسان إرهابي. وقديما كتب العبقري الكبير أستاذ عباس محمود العقاد كتابه التفكير فريضة إسلامية، وأنا حاولت أن أنسج على هذا المنوال، فكتبت تقريبا 11-12 مقال في جريدة الأهرام قبل 5-6 سنوات، سميتها الحضارة فريضة إسلامية، وقلت فيها إنه أنا متأثر بفكرة المرحوم الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد الذي جعل التفكير فريضة، ونحن اليوم ننتقل خطوة أخرى فنجعل الحضارة فريضة، الحضارة التي معناها عقل مفكر، عقل مبدع، الحضارة التي معناها عقل محصن من الإرهاب، فرغ منه من زمان ثم انطلق يجري بأقصى سرعة في ميدان العلم والثقافة والمعرفة والإبداع، في ميدان العمران، في التمدن. الحضارة معناها عقل حر، الحضارة معناها عقل نجيب، عقل ذكي، عقل أتيحت له كل عناصر النجاح التي يمكن أن نوفرها له. أستطيع أن أقول إن وزارة الأوقاف ابتداء من الآن فصاعدا، منذ أن تشرفت بتحمل الأمانة وأقسمت اليمين أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشرفت بحمل هذه الأمانة، سأعمل مع الزملاء الكرام في وزارة الأوقاف لاستنفار وتحريك كافة الطاقات التي يمكن أن نحقق بها هذه المحاور الأربعة، وفي البداية منها مواجهة الإرهاب والإكمال في هذا المحور. النقطة الثانية التي تفضلت بالإشارة إليها، يعني ما نشر هنا وهناك من مشاعر سعادة وارتياح بين يعني أهلي الكرام من أبناء مصر وشعب مصر العظيم، من سعادة بوجودي في هذا المنصب وفي تحملي لهذه الأمانة، أنا مهما قلت ومهما عبرت لا أستطيع أن أوفي أهلي الكرام حقهم، ويعني أنا ممنون ومتأمم، يعني أدرك عظم الحمل فيما يعني يؤمله أبناء وطني الكرام من قيامي بالأمانة على أكمل وجه. أقول لشعب مصر العظيم ولكل إنسان أبدى سعادته بوجودي في هذا المكان، طوقتم عنقي بالجميل، وهذا يعني دين في رقبتي لأبناء وطني، مهما قدمت من عطاء ومن عمل لا أستطيع الوفاء به، وأدعو الله أن يجعلني عند حسن الظن إن شاء الله. معالي الوزير أستاذ عمرو الفقي، بنرحب طبعا بحضراتكم، أنا شرمندة الدسوقي مراسلة دي أم سي. ومعالي الوزير خلينا في البداية نقول لحضرتك إن إحنا سعداء جدا بلقائنا اليوم مع حضرتك، في أول لقاء فعلي مع الإعلاميين والصحفيين بعد تولي حضرتك للوزارة. استكمالا لسؤال زميلي محمد، كنا محتاجين نعرف من حضرتك إنه خطبة صلاة الجمعة تحديدا هي واحدة من أهم أسس بناء ثقافة الشعب المصري. نعم. واللي ليها تأثير كبير جدا في بناء وعيه وتفكيره خلال نعم. الفترات الأخيرة. نعم. هل هنشوف استراتيجية معينة للوزارة خلال الفترة اللي جاية في خطاب مختلف تحديدا لخطبة الجمعة؟ ده سؤالي لحضرتك. أما سؤالي التاني الأستاذ عمرو الفقي، شفنا النهاردة يوم منظم جدا انبسطنا بيه، كان مفاجأة بالنسبة لنا الصراحة وجود الأئمة، واليوم فعلا كان واحدة من أهم الفعاليات اللي احنا حضرناها. هل دي بداية هنشوف فيها تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزارة الأوقاف خلال الفترة اللي جاية؟ شكرا لحضراتكم. شاكر فندم لسيادتك طبعا، ويعني ممنون على السؤال الكريم، وتحياتي لقناة دي ام سي التي اعتز بان اكون يعني كانت يعني منبرا لي وما زالت، واتشرف بذلك واعتز، وتقديري طبعا لكل السادة الاعلاميين والحضور الكرام الذين اعتبرهم اصدقاء وشركاء النجاح. والرسالة التي يعني يمكن كان لابد ان اشير اليها، انه في تقديري للامور إنه كل الجهد الذي يمكن أن نبذله كوزارة الأوقاف أو أي مؤسسة على أرض مصر، كل الجهد الذي يمكن أن نبذله هو في تقديري أنا نصف النجاح، والنصف الآخر تماما هو التنسيق والدعم والعمل من كل السادة الإعلاميين الكرام على توصيل وإبراز هذه الجهود. دور الإعلام دور حيوي ومحوري، هو نصف النجاح بلا شك. السؤال اللي سأتك تفضلت به عن خطبة الجمعة،
ملف خطبة الجمعة أحد أهم الملفات التي أعكف على العمل على تطويرها. خطبة الجمعة هي أكبر نداء تصغي فيه الأذن المصرية إلى رسالة الإسلام السمحة. بقية الدروس والندوات والمحاضرات فعاليات مهمة وعظيمة، بس خطبة الجمعة هي قمة الهرم في الحقيقة. خطبة الجمعة تقديري لها ونظرتي إليها أننا نعمل على رصد كل ما يشغل بال الإنسان المصري. ما هي مجموع القضايا التي تشغل بال الإنسان المصري في كافة همومه وكافة طموحاته وأحلامه؟ ما الذي يشغل بال الإنسان المصري؟ كيف نجمع هذه النقاط وننسق مع بقية مؤسسات الدولة من وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي ووزارة العدل، ونرصد معا الإشكاليات والسلبيات والهموم والأسئلة التي تدور في ذهن الإنسان المصري، ونجعل هذا المرصد هو الذي يغذي خطبة الجمعة على ضوء هذه الأسئلة والإشكاليات والهموم والطموحات والآمال. نستطيع أن نقتبس من هذه الأمور قضايا هي التي نعالجها في خطبة الجمعة، علشان تبقى خطبة الجمعة مشتبكة وذات تماس وصلة تجيب الإنسان المصري على ما يفكر فيه أو على ما هو مهموم به، فتتحول خطبة الجمعة إلى إجابة على أسئلة الإنسان تريح خاطر الإنسان المصري. انطلاقا من هذه الرؤية بدأنا نعمل تطوير كبير لخطبة الجمعة. بدأنا نرصد الهموم التي نحتاج أن نواجهها معا. بدأنا نرصد المقاصد العليا للشريعة التي نريد الوصول إليها والتي نريد الوصول ببلادنا وأوطاننا إليها لنضمنها في خطبة الجمعة. إن شاء الله في الفترة القادمة أرجو إن شاء الله أن يلمس المصريون خطاب مختلف. الجمعة اللي فاتت مباشرة كانت الخطبة عن نعمة الماء وحفظ هذه النعمة ورعايتها والقيام بشكر النعمة وحفظها بكل وجوه الحفظ وصيانة الماء عن أي وجه من وجوه الإسراف، تماس مع ملف شديد الأهمية بالنسبة لنا. قبلها في الجمعتين السابقتين تناولنا أسباب الرزق. الإنسان المصري يعني يسلك إلى الرزق أسباب معتادة من العمل والجد والاجتهاد وما أشبه، لكن في أسباب خفية نريد أن نلفت نظر إليها، منها صلة الرحم، منها التقوى، منها الاستغفار، لتكون محفز وداعم لتحريك الإنسان المصري لطرق كل أسباب الرزق حتى يفتح الله تعالى له الأبواب التي يرجوها ويؤملها. إن شاء الله يرى الإنسان المصري يعني ما نرجو أن يكون عمل متميز بإذن الله إن شاء الله. أشكرك. احنا طبعا التعاون مع وزارة الأوقاف دي حاجة ضرورية ومهمة بالنسبة لنا. احنا من أهداف الشركة المتحدة نشر سماحة ووسطية الدين الإسلامي. احنا عشان كده كان في توجيه بان احنا بنطور قناة الناس عندنا بشكل كبير. احنا عندنا مجموعة كبيرة من الأئمة والدعاء موجودين على قنواتنا كلها، بالإضافة اللي احنا عايزين ناخد الموضوع كمان لمرحلة أخرى. هي احنا كنا بقالنا فترة كبيرة ما بنعملش مسلسلات تاريخية ودينية، ابتدينا بالإمام الشافعي وإن شاء الله مش هتبقى دي النهاية. إن شاء الله في الفترة اللي جاية كل سنة يبقى عندنا حاجة تاريخية أو دينية جديدة. وكل ده طبعا زي ما قال معالي الوزير، ده بالتماس مع الوزارة وبالتماس مع الأزهر الشريف إن شاء الله. شكرا. أميمة بدري مراسلة قناة دي أم سي، برحب بحضرتك معنا في مدينة وسهل. العالمين وبرحب أستاذ عمرو الفقي وبكافة الحضور. كنا عاوزين نوضح للمواطنين ما هي الخطة المستقبلية الخاصة بوزارة الأوقاف الخاصة ببناء الإنسان المصري من ضمن خطة الحكومة الجديدة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لسيادتك. طبعا قضية بناء الإنسان قضية ذات شأن كبير وشديد الأهمية، ويسعدني أن احنا نؤكد عليها ونشير إليها في كل فعالياتنا وفي كل منتدياتنا الإعلامية والفكرية والعلمية. ابتداء من سنة 2018 وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لفت النظر بشدة وبقوة إلى قضية بناء الإنسان.
السيد الرئيس في ذلك الحين، وأنا أذكر جيدا في كلمة لسيادته في البرلمان المصري في تولي سيادته للفترة الثانية الرئاسية، السيد الرئيس يومها قال إحنا قطعنا شوط ممتاز في مواجهة الإرهاب ونجحنا الحمد لله في هذا نجاح كبير، وجاء الوقت لننتقل بالتوازي مع قضية مواجهة الإرهاب إلى قضية شديدة الأهمية وهي قضية بناء الإنسان. قضية بناء الإنسان بهذه الإشارة وبهذا البعد تمثل نظرة بعيدة للواجب الذي ينبغي أن نعمل عليه. حولنا قضية بناء الإنسان إلى عمل مؤسسي، قام دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة وزارية للتنمية البشرية وبناء الإنسان تضم الوزارات المعنية ذات الصلة، كل الوزارات المعنية ببناء الإنسان من حيث التعليم والتعليم العالي والثقافة ووزارة الأوقاف والعدل الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بقية الهيئات المعتنية ببناء الإنسان، لتكون هناك حشد لطاقات تلك المؤسسات جميعا للنظر لقضية بناء الإنسان من كافة وجوهها. بناء الإنسان ده ملف يعتمد على بناء الإنسان في الجانب الصحي، في بناء الإنسان في الجانب التعليمي، بناء الإنسان في جانب العمل، بناء الإنسان في جانب مستوى المعيشة. بناء الإنسان في هذه المحاور يريد الوصول به إلى المرتكزات التسعة اللي احنا تكلمنا عنها، اللي نحفز فيها ونسعى بكل طاقاتنا كمؤسسات أن نحرك الإنسان المصري ونتحرك معه أن يكون إنسان متدين، إنسان قوي، إنسان صانع للحضارة، إنسان محب للعلم، إنسان يقدم الخير للإنسانية. الأهداف الكبرى اللي كانت عبر التاريخ هي الأعمدة التي بنى بها الإنسان المصري حضارته. بناء الإنسان عندنا نحن كوزارة الأوقاف جعلناها واحد من المحاور الأربعة اللي بنحطها قدامنا كبصلة، يعني كل خطب الجمعة والدروس والندوات والفعاليات لا تخلو من تناول واحد من هذه المحاور التي في القلب منها بناء الإنسان. القادم فيما هو قادم من الأيام القفز بأداء وزارة الأوقاف، التطوير والعمل ميدانيا على أرض الواقع في كافة مساجد مصر، ثم الانطلاق إلى الفراغ الإلكتروني الواسع عالم السوشيال ميديا. نهدف إلى إطلاق عمل كبير سنعلن عنه إن شاء الله في وقت قريب، يمثل تواجد قوي ولافت للنظر لوزارة الأوقاف وعلمائها ودعاتها في عالم السوشيال ميديا، يشتبك مع هذا العالم الشديد السرعة والشديد التغير والذي يمثل الميدان الأول للخطر إن تركناه، ويمثل فرصة عظيمة جدا يمكن الاستفادة منها إذا أحسننا التعامل معها. أشكرك. مساء الخير، برحب بحضراتكم جميعا. ندى سرور، مراسلة إكسترا نيوز. أهلا وسهلا. في البداية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعناية بالأئمة والخطباء، يعني من خلال برامج تأهيل وتدريب دعمهم ثقافيا وعلميا، يعني عايزين نعرف الإجراءات اللي تخدص في هذا المجال. ممتاز. كان اليوم في اللقاء مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان المحور ده أحد المحاور شديدة الأهمية، وسيد الرئيس في مناسبات مختلفة سابقا يعني كان يبدي اهتمام كبير جدا بتطوير أداء الدعاء. تطوير أداء الدعاء ده عمل أستطيع التعبير عنه أنه صناعة ثقيلة، يعني حتى نستطيع تنفيذه إحنا عندنا في وزارة الأوقاف الأكاديمية، أكاديمية الأوقاف للتدريب. الأكاديمية سنقفز بأدائها قفزة كبيرة وسنطور فيها تطوير هائل، سنضيف إليها برامج تدريبية، سنضيف إليها أقسام تعتني بتأهيل الأئمة ليس فقط في الجانب الشرعي والمعرفي، هذا الجانب هو الأساس بلا شك، لكن لا يمكن للإنسان للداعية وخطباء الأوقاف القيام بمهمتهم إلا إذا اتسع نطاق ثقافته في البعد الإنساني والثقافي والاجتماعي والنفسي. نريد لعلماء وأبناء وزارة الأوقاف أن يكون لهم إسهام كبير في مجال الدراسات النفسية والاجتماعية، أن يتماسوا مع الواقع. سنطلق في أكاديمية الأوقاف دورات لاكتشاف المواهب في مجال تلاوة القرآن الكريم. نحن نريد أن نعيد تشغيل المصنع الإنساني والمعرفي الذي يولد مثلا قامات جديدة مثل الشيخ محمد رفعت ومحمود صديق المنشاوي ومحمود خير الحصري وقامات مصر الكبرى من عمالقة وشموس التلاوة. هذا أحد وجوه الريادة المصرية، هذا أحد القوى الناعمة لمصر، هذا أحد الوجوه التي تطرب أذن الإنسان المصري وتملأ ذوق الإنسان المصري بالرقي والجمال
أن يتذوق الشرع الشريف ويدرك أنه يقود إلى كل ما هو سامي وراقي من خلال سماع التلاوة المحركة للقلب، اكتشاف المواهب والمسابقات التي تكتشف للمواهب الجديدة في مجال الابتهال وفي مجال الأذان، حتى يتحول الأذان مرة أخرى إلى لحن السماء وصوت السماء الذي يحرك معاني السمو في الإنسان. الخطة طموحة وسيد الرئيس دافع ومتابع لها بقوة، وبإذن الله نتمكن من تنفيذها على الأرض الواقع على أكمل وجه بإذن الله. برحب بحضرتك، أنا إسراء شومين مراسلة أون تي في. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. هل سنشهد في الفترة المقبلة تعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم إن هم يعملوا برامج لغرس قيم الطفل وتنميته وتدريبه على المهارات الصحيحة؟ شكرا لسيادتك طبعا على السؤال. هو الحقيقة أنه جرت حوارات متعددة بيني وبين معالي وزير التعليم في هذا الإطار، واسمحوا لي ألا أعلن عن نتائجها الآن حتى تختمر وتكتمل تماما ونطمئن إلى أنها درست على يعني نحو يعني شديد الإتقان، حتى يكون هناك آلية للتعاون والعمل المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم في تعزيز معاني القيم المشتركة بين كافة أبناء الشعب المصري. هذا الملف ملف شديد الأهمية، جزء من محور بناء الإنسان زي ما ذكرت لحضراتكم. وزارة التعليم ووزارة الأوقاف جزء من اللجنة الوزارية المعنية بالتنمية البشرية وبناء الإنسان. داخل نطاق اللجنة الوزارية هناك تنسيق مشترك بين السيد معالي وزير التعليم، وإن شاء الله فور اكتمال الرؤية التي نعمل عليها نتشرف بإعلانها للمصريين، وتكون إن شاء الله فيها ما يعمل إن شاء الله بإذن الله. بشكر حضرتك معالي الوزير، بشكرك أستاذ عمرو، شكرا لزمايلي وزميلاتي جميعا، شكرا لحضراتكم. الختام أنا أكرر الشكر لصديقي العزيز عمرو بن الفقي والشركة المتحدة ولحضراتكم جميعا، وأكرر الشكر لهذا اليوم الذي أسعدني في الحقيقة وأسعد كافة أبناء وزارة الأوقاف وفي القلب منهم ذوي الهمم. أنا أكرر الشكر فندم لسيادتك ولحضراتكم جميعا، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا لك. شكرا جزيلا.